فالسياح يرحلون عبر نهر النيل للبحث عن عجائب مصر القديمة. الرحلات البحرية الفاخرة تجلب الذين يستطيعون تحمل مصاريفها من وادي الملوك وصولا إلى أبو سمبل والقرى النوبية الملونة بألوان قوس المطر. لكن هذه القرى ليست قديمة، فقد دمرت في الخمسينات معظم المواقع التي سكنها النوبيون منذ ما يقرب من 4000 سنة. القرى التي يلونها السياح اليوم ليست قديمة، فقد تم بناؤها في السبعينات. تحت هذه البحيرة بجوار أسوان الحديثة تقع أرض الأجساد الحقيقية لملايين الناس الذين لا يزالون يقاتلون من أجل حقوقهم وثقافتهم. سكن الشعب النوبي جنوب مصر وشمال السودان لأكثر من 4000 سنة. كبقية الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، عرضت أهالي النوبة للتقسيم من قبل خطوط الدولة وللتهجير من أجل تنفيذ مشاريع التنمية في بلد لم يطلبوا الانضمام إليها. تم بناء خزان أسوان والسد العالي لتسخير الطاقة الكهرومائية للنيل والسيطرة على مياه الفيضانات الغير متنبأ بها. وكانت النتيجة واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في العالم، بحيرة ناصر التي غمرت الأراضي النوبية الأصلية. وبحلول عام 1970 تم إجبار أكثر من 50,000 نوبي مصري على مغادرة أراضيهم، ونقل بعضهم إلى مساكن مؤقتة على بعد أميال كثيرة من ضفاف النيل. وبعد عقود من الزمن لا يزال أحفادهم هناك ينتظرون العودة التي وعدوا بها، وذهب آخرون إلى الإسكندرية والقاهرة والأقصر وغيرها من المدن الكبرى في جميع أنحاء مصر بحثاً عن العمل. تمزقت العائلات. بيانات التعداد السكاني في مصر غير دقيقة على الإطلاق، تتأثر بالثورات والفساد الناجم عن عدم الكفاءة وأهمال تضمين البيانات عن النوبيين. يقدر النشطاء أن الملايين من النوبيين منتشرون الآن في جميع أنحاء البلاد، عادة ما يعملون في وظائف منخفضة الأجر. ومنذ تهجيرهم قصرا من وطنهم، عملت الحكومة لإبعاد النوبيين الباقين في أسوان إلى بقايا الماضي، ويسمح للمقيمين فيما تبقى من النوبة القديمة القرى الفقيرة المحيطة بأسوان بالبقاء، لأنهم يولدون إيرادات سياحية للحكومة. وكبقية الشعوب الأصلية حول العالم، تم وضع الشعب النوبي في مصر في الماضي، صور بشكل منهجي كالآثار القديمة، وليس كشعب يعيش ويتنفس. فبينما يستحق الناس الحقوق والأراضي وحق تقرير المصير، فإن الآثار لا تستحق أي من هذه الأشياء. الأجسام القديمة والكائنات الجامدة هي الأنسب للمتاحف وأفلام ناشونال جيوغرافيك الوثائقية، وبطبيعة الحال جذب السياح الأثرياء. كل المواقع الإلكترونية السياحية لأسوان تسلط الضوء على القرى النوبية، بالإضافة إلى المواقع التي لا توجد فيها حياة مثل تمثال أبو سمبل. تشجع السياح على الزيارة والتقاط الصور والتمتع برحلة إلى الماضي. أحد المواقع الإلكترونية الأكثر عصرية يكتب: أهالي النوبة ودودون ومضيافون، وغالباً ما يدعوكم إلى منازلهم لتناول فنجان من الشاي أو كركديه، وهو مشروب من أزهار الكركديه. العديد منهم يظهر لك بسعادة الحرف اليدوية الخاصة بهم. وعلى الرغم من محاولات الحكومة لمحو حقوق الشعب النوبي في أراضي أجداده، فإن جيلاً جديداً من النشطاء النوبيين يجددون نضالهم. في عام 2014 أقر دستور مصر الجديد للمرة الأولى بحق الشعب النوبي في العودة، ووعد بإعادة التوطين في غضون عامين. ولكن بعد ما يقرب من 3 سنوات لم تتخذ الحكومة أي خطوة نحو خطة ملموسة. فقد أعلن الرئيس السيسي في تشرين الأول أكتوبر 2015 عن مشروع ضخم لاستصلاح الأراضي، يهدف إلى توسيع الأراضي الزراعية في مصر بنسبة 20% من خلال استعادة أراضي لاستخدام الحكومة والتي تشمل أراضي نوبية. وفي عام 2016 أعلنت الحكومة عن وضع أراضي نوبية أصلية للبيع. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان النوبيون أن هذه كانت خطوة كبيرة. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان النوبيون أن هذه كانت خطوة كبيرة. وفي تشرين 2 نوفمبر نظم مئات المتظاهرين في أسوان قافلة نوبية، وقادوا عشرات السيارات نحو أراضي نوبية أصلية، عازمين على العودة إلى ديارهم. وتولى المدافعون عن حقوق الإنسان مثل محمد عزمي وآيات عثمان وإبراهيم محمد وسهام عثمان وحسام عبد اللطيف قيادة أكثر من 200 نوبي إلى نقطة تفتيش عسكرية تفصل الشعب النوبي عن أراضيه. منذ أن جددت القافلة مطالب النوبيين بالعودة إلى ديارهم، تضاعف اضطهاد الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان النوبيين. تحدث الناشطون عن الترصد والتهديد والتخويف أثناء تخطيطهم لقافلة أخرى.
وفي تصعيد حاد اعتقلت الحكومة 6 نشطاء نوبيين في أوائل يناير، وأرسلت رسالة واضحة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بأن الحكومة لن تتقبل المزيد من الاحتجاجات. وبعد أقل من أسبوع استدعت المخابرات في أسوان 15 عضوا في الاتحاد النوبي الاجتماع، قدمت لهم 7 مطالب وهددت الاتحاد بتجميد الأصول أو الإغلاق إذ لم يلتزموا بمطالب الجيش. وقال الطلب رقم 5 أن زعيم النقابة الشهير المدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي يجب أن يستقيل. مسؤول المخابرات الحربية في أسوان هنا استدعى تقريبا عدد كبير من القيادات النوبية بيحاول يقنعهم محمد عزمي لازم يمشي، لأن محمد عزمي بيهدد الأمن القومي المصري. بعد 3 أيام صوت الاتحاد النوبي مرة أخرى لعزمي أن يكون زعيمهم. فإنه ليس شيئا غريبا أن الحكومة تبدو متوترة جدا بسبب أجدد جيل من المدافعين عن حقوق الإنسان النوبيين. إنهم مبدعون، يرفضون التوقف ويعطلون السرد النوبي التاريخي الجامد الذي تعمل الحكومة بجدية لبيعه للسياح. أنا الأول كنت فاكرة أن هم متفصلين عن بعض، ما لهمش علاقة ببعض، بس أنا من ممارستي بقى وشغلي هنا وإن أنا ممكن أكون في جنوبية ويجي لي اجتماع في الاتحاد أو في حاجات كتيرة تقطعت مع بعض. الستات كمان، مشاركة الستات اللي من توشكا الكبار دول معانا في القافلة كان بالنسبة لي حاجة كويسة جدا. فلما رحنا فتحنا الكمين ودخلنا بالعافية يعني، وكان في مشادات ساعتها، ده بالنسبة لي برضو كان إحساس مختلف إن الستات الكبار دول معانا وبيتخانقوا معانا وإحنا عرفنا نوصل الموضوع ده هناك. بس انا يعني نشاطي في القضيه مش نشاط رئيس الاتحاد او غيره، انا من قبل نشاطي كرئيس الاتحاد انا كنت بشتغل بشكل منفصل وبشكل مفرد، فانا مش هعرف نكمل.